الرصاص اللي في الحرب الأولى يمكن عام 1930 في جبل الدود من قرناص، والحمد لله نقلت إلى الطائف، جلست يمكن 3 شهور هناك، والحمد لله قال لي الأطباء إن يعني إذا طلعناها بتفقد أحد الأطراف، يا شلل يا نطر يا، بس الأفضل إنك تخليها لأن ما راح تأثر عليك يعني، والحمد لله مشينا على رأي الدكتور وخليناها والحمد لله. بعد السنوات هذه يعني يمكن 3 سنوات كذا راجعت لها، بنى عليها اللحم وعزلها يعني صارت معزولة، والحمد لله ماشيين في الحياة هذه. الحمد لله. واجهت كذلك أتوقع إصابة ثانية في الحرب الأخيرة. نعم. حدثنا عن هذه نوع الإصابة. تاريخ تقريبا 19/4 كان يوافق أعتقد يوم الجمعة. من برضو شو اسمه في جبل الدود من رشاش عيار 50 طلقة، الحمد لله جت من جهة الورك اليسار، جت يعني شاتلة كذا حدث جهة من اللحم، والحمد لله الحمد لله على السلامة. أنت الآن عريف عبد الله، أنت الآن وينك الآن؟ أنا الحين عند الأهل. ما شاء الله. أنا عندي زي ما تقول إجازة 10 أيام كذا وراجع إن شاء الله. لكنك يعني كنت مرابط في الحد الجنوبي. إيه نعم. وستعود بإذن الله. بإذن الله. طيب ليش مصر على المرابطة إذا كانت حالتك الصحية تسمح لك إنك ترجع؟ لا الحمد لله الحمد لله يعني صحتي ما هي يعني الحمد لله ما عندي لا إعاقة ولا شيء، الحمد لله بكامل أقوائي العقلية وبكامل ومعافى بكل شيء، والحمد لله يعني ما في شيء يمنعني إني أخدم ديني ووطني.